الكل ما شاء الله ان شاء الله امه وابوها على قد الحياه ولا لا؟ انا امي متوفى. الام ولا الاب؟ صلى الله عليه الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. يغفر له يا رب العالمين. اخونا برضو برضو من 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 انواع برضو من تعال 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 الحمد لله يا سعد الله يغفر له ويرحمه ابو محمد. برضو من انواع البر ايش انها اذا كانت ما هي على قيد الحياه برضو من انواع البر يعني حتى لو توفت انك تصدق تصدق على نيتها وتدعي لها بالرحمه. هذه من انواع البر حتى ولو ما كانت حيه. اكيد. فاسال الله ان الله يرحمها ان شاء الله ويغفر لها. امين. ويجمعكم بها ان شاء الله في الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين. انسان مؤمن الحياه سنن ترى. سنه الحياه. وكنا ابن اوراك تضحك. بس وشو؟ انا ما ضحكت. ماجورين بالسلام يرجع. تقدرون امه زي حالكم طيبين. مساكم الله ماجورين. ها ما في شيء ما في شيء مثلا مثل عندك وقفه تحط لها مثلا الحين فلوس بحسابها تحط لها بشيء تقسم بالله يظن مثلا تخيمت الوقف هذا. لا 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 خليني بس اروح شوي واجيكم. طيب انا بقول لك شيء. لبيك لبيك. انا بقول لك شيء الحين امي ما هي امك يا اخي. شلون ونعم فيكم كلكم. طيب الحين كلمت لا تخل خل الحين بينزل الموضوع تقول ذكروني. لا لا جرح قلوبك يا رب قلبك. لا لا ما بالله كلنا اخوان. جزاكم الله خير. والله اني دعيت لامك امهات وسعت ان شاء الله استجابه واخر ليل وها يعني ها حدث حلو. اكيد ابي ادعي لها وهذا. الله يرحمه ويرحمه 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 ويرحمه. الله يرضى عليك. شوف بجيك بجيك. شوف شوف سعد. لبيك لبيك. طبعا انا اسف. لا يا رجال بالعكس. من ناحيه شوف انا تكلمت انا عارف انك صديق وعارف امور كثيره زين لكن في ناس شوف في ناس شوف في ناس عندهم ترى عندهم انا كنت يعني انت بس عشانك ما ذكرتها بالله تكفى بقوله انت فقدتهم صح الله يرحمها. في ناس ترى عندهم والله عنده ام وابوه لكن ما يسوي لهم شيء ساحب عليهم ولا يقدرهم ولا يهتم فيهم. فانا والله يوم قلت ما ابي اضرك انت ولا ابي اضايقك ولا شيء لكن ابي الناس تحس تشوف شلون تشوف ام وابوها ابيهم يرجعون له ابيهم يحضنونهم ابيهم ابيهم معهم. فهذا اللي انا ابي انا والله شوي تكفى الله يرضى عليك ازوت علي خليني اروح الله يرضى نروح شوي باخذ خلي مصروح خلي حالك شوي محمد احنا اخوانك يا اخي ما في شرط ايش بلاكم الحين انتم علي واذا انت في لحظه حزن شيء عاطفي عاطفي فرح من حقنا نشاركك والله صراحه ما تقصرون بالعكس ذكرتوني جزاكم الله خير واذا يعني ودموعك ودموعك دليل صدقك غصب ترى شيء اجباري هذه دليل صدقك شيء اجباري والله انك انسان ان كان ندمت على شيء ندمت انك ما زودت بر لامك والله صحيح يعني وباقي المجال مفتوح باقي المجال مفتوح لقيام الساعه انا قلت ممكن انك تنوي بكل صدق لا تكرم 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 حبيبي تكرم الله يحكم علي يا رجل الله ان شاء الله الله يسعدكم يا رب العالمين معكم ان شاء الله باب الفردوس الاعلى الله يرضى عليكم وانت ان شاء الله خلنا 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 بس خلنا قبل شوي 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 ما يقول يقول امشي اليوم يقول هذا الكابتن يدربنا اليوم ما ادري ايش سيد امشي يقول خذ مشي وشان ايوه تسلم باخذ لفه وجهكم يلا يلا بس بث فهمت الى يمدي اوكي يمدي اجي يمدي 10 دقائق شوي شوي دقيقه واجيكم ماجيك ماجيكم الله يجيكم الله يلا الله يرحم موتى المسلمين ارحب ارحب بجيك 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 منصور يا اخي يا بيانزه تكفى تكفى ارحم والديك يا الله شوف الربع اليوم الله الصلاه عليه سبحان الله واحد يضحك شوي واحد حزن شوي بس ما قدرنا
لا إله إلا الله. الله يغفر لوالدينا ووالديكم جميع المسلمين، يرحم امهاتنا ويرحم ابوانا، الله يغفر لهم. واحد يشتاق مهما كبر يحس انه صغير. هلا حبيبي، هلا 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 محمود، الله يرضى عليك. أقول سبحان الله، واحد مهما يكبر حسنا صغير ويشتاق. نعم مستعان. تسمع القصص سد النفس، أفكر فيها يعني. أقول الحيوان الله يكرمك كرمس يا أخي، لما أشوف أسد أو نبوة يعني تدافع عن صغارها وهي متوحشة، كيف اللي هالإنسان اللي يسوفه كذا؟ هذا حيوان، حيوان يعلم بني آدم رحمة أم دافع عن صغار الحيوان، واحنا نعامل امهاتنا كذا؟ الله المستعان، والله اني حاسس بفقده. الله يرحمهم يا رب، يا رب المسلمين، ارحم ابونا وهنا. امين. والله شوف، مكان الام ما في شيء يعوضه. أنا فقدت أمي يا سعد، فقدت أمي قبل سنة. الله يغفر لي ويرحمها. آمين. بس خلاص الإنسان يتأثر يا أخي. أكيد الإنسان يتأثر. لما تشوف العالم وتشوف الناس وأنا عايشة فيه. يا رب إنك تخلي لنا أمهاتنا يا رب يا رحمن يا رحيم. يا رب إنك تخلي لنا آباءنا يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا رب إنك ترحم منهم الأموات. ويا رب انك ترزقنا، يا رب انك توفقنا، يا رب يا رب يا رب يا رب انك تسعدهم، يا رب انك تفرحهم. يا رب ان كان اخطيت فسامحني. يا رجل انا اتمنى بس اشوفها يا اخي، مو بتمنى اشتري، اتمنى اشوفها، اتمنى ودي ابوز يعني ابوز رجليها يا اخي. سلام سلام. غصب والله، غصب، ما ناسف والله، ناسف. مثلاً يعني ما أدري شلون، لما أشوف واحد كمان هلا